طيب هذا الخطاب ديال الافتتاح ديال الدورة الخريفية للولاية التشريعية 11. طبعا هذه الولاية التشريعية كانت الرسالة الأولى هو الافتتاح بأواخر سور البقرة وبكل دلالتها التي يعرفها الجميع. ثم أن جاءت الملك بعد ما هنأ البرلمانيين على هذا الاستحقاق قال بأنه الأحزاب سواسية أمامه بغض النظر عن النتائج. ثم الرسائل التي تتعلق بأننا نجحنا في تحدي ديال كورونا، وهذا النجاح يعني كان بإجراءات مهمة، واللي اليوم كان عطى الرقم ديال جلالة الملك اللي عطى الرقم ديال نسبة النمو 5.5% اللي ما تحققتش هذه مدة تقريبا من 2007 لم تتحقق هذه النسبة بفضل الجهود اللي بذلتها. طبعا هذه تحسب للحكومة السابقة وتحسب أساسا لحكومة الدكتور سعد الدين العثماني مع كل القطاعات التي ساهمت. وكانت الرسالة ديال لنا كبرلمان وكحكومة هو التنزيل، الأولوية ديال التنزيل ديال النموذج التنموي في كل أبعاده. طبعا تم التركيز من طرف جلالة الملك على الحماية الاجتماعية ووضع على رأسها إصلاح المنظومة ديال الصحة، ثم الإصلاح ديال الضريبة والإصلاح ديال المؤسسات والمقاولات. فكنظن هذه رسائل مهمة بالنسبة إلينا التي يجب أن نشتغل عليها، وحنا غنشتغلوا عليها من كمعارضة لكي نفعلها في الوقت.